اشهر واتقل سندوتش بطاطس سوري في مصر. بوم 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 بوم. سندوتش بطاطس ده من ابو العز السوري. لو اي اكل عجبوكم عجبوكم بوم. بصوا ده حجمه تمام كبير جدا. انا اتغرقت توميه. اوبلاتي اهو يا جماعه. ده في بطاطس واقع. بصوا تمام اوبلاتي تمام كده. عايزين نعمل حاجه بقى ايه جديده كده. احنا ايه هنوزنه. اوكي بقى نجيب الميزان. الميزان نحط السندوتش كده ونشوف وزنه كام. كام كده؟ 375 جرام. يا نهار ابيض. 100 100 100 100. يلا هات الطبق خد الميزان عندك. حسنا يا ابي. يلا هو السندوتش نقسم غرقان توميه على الطبق. متحمص شويه. احنا هناكل بطاطس وايه. امسك قول كده خد الطبق وانا هدوق. المفروض هو بطاطس خيار مخلل توميه. يلا هنقول بسم الله. بسم الله. فعلا اشهر بطاطس. حلو جدا. بطاطس كتير. سندوتش مليان. توميه كتير جدا. حلو جدا. السندوتش ده بخمسين جنيه. جربوه هيعجبكم جدا. اشوفكم في تقييم تاني. باي باي. مع السلامة. باي باي.